مبدأ مونرو. بعد القضاء على نابليون بونابرت في سنة 1815، شكلت كل من فرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا حلفا أطلقوا عليه تسمية التحالف المقدس للقضاء على أي ثورة تنشو في أي مكان في العالم. وعندما طلبت إسبانيا مساعدة التحالف المقدس للقضاء على ثورة بعض الولايات الجنوبية، صممت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبسط يد الحماية على الولايات حديثة الاستقلال. وفي الخطاب السياسي السنوي الذي يلقيه الرئيس الأمريكي في اليوم الثاني من شهر دجنبر من سنة 1823، قال الرئيس الأمريكي جيمس مونرو ما يلي: كمبدأ عام لضمان حقوق ومصالح الولايات المتحدة، تقرر أن تكون القارتان الأمريكيتان من خلال وضع كل منهما حر مستقل الذي تحقق لكل منهما بعد نضال طويل، لا يمكن اعتبار من الآن فصاعدا أن تكون خاضعة لأي حركة استعمارية في المستقبل تقوم بها أي دولة أوروبية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أي محاولة من هذا النوع أمرا خطيرا يمس سلامتها وأمنها واستقرارها. كانت هذه الرسالة التي كتبها جون كوينزي آدامز الذي أصبح هو نفسه رئيسا للولايات المتحدة بعد ذلك، كانت هي الرد الأمريكي على التحالف المقدس الأوروبي، وأصبحت معروفة باعتبار أنها مبدأ مونرو. ومع أن الكونغرس لم يتخذ شكل المبدأ العام السياسي، قد أصبح جزءا ثابتا في السياسة الخارجية الأمريكية ولا يزال مؤثرا فيها حتى الآن. من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية النفوذ الأقوى في أمريكا الجنوبية، وهي حامية للولايات الصغيرة ضد أي هجوم تقوم به أي قوة تأتي من خارج أمريكا.